بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 2194 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة. التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 2194 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكرة اللي جاي حياة، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. أفرج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد فحص لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم وملفات نزلاء آخرين للتأكد من انطباق شروط العفو عليهم لإتاحة الفرصة لهم لبداية حياة جديدة. العفو السيد الرئيس عمله عشان يدينا فرصة جديدة للحياة، إن احنا نرجع نعيش حياة طبيعية تاني. وأحب أشكر وزارة الداخلية على مراكز التأهيل اللي عملتها لنا، لأن احنا وجدنا فيها حياة كريمة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ربنا كرمني واسمي جه في العفو، وخارجة لولادي ولإخواتي ولوالدتي أهم حاجة طبعاً. نبدأ حياة جديدة وطريق جديد، واللي احنا اتعلمناه من مركز تأهيل وإصلاح كان بيعاملونا باحترام وأدمية، والحمد لله ان احنا توفقنا وطلعنا في العفو بتاع 25 يناير. انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بينا، وانا مش مصدق ان انا في قاعد الشرطه. كل سنه وحضرتك طيب، وانا ببدا حياه جديده. انك تلاقي مكان يعلمك معنى الانسان، مكان يديلك المهنه وتبدا من جديد. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم الذين أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء صحية أو اجتماعية أو تأهيلية، معتبرين تلك المراكز نقلة نوعية وإنسانية وحضارية في منظومة السياسة العقابية نجحت في تأهيلهم وإصلاحهم للاندماج في المجتمع. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزارة الداخلية، والحمد لله اللي أنا طالعة لأهلي ووالدي عشان اساعدهم برضو. الحمد لله ان انا برضو ما كانش متوقع ان ممكن اطلع في مناسبه عفو عيد الشرطه. الحمد لله مركز الصحه والتاهيل بيقدم لنا خدمه صحيه كويسه وخدمه ثقافيه ممتازه. ما حسسناش ان احنا مسجونين، وبيعاملونا معامله كويسه جدا، وانا كنت والله داخله تعبانه برجلي اتعالجت منها جوه، وربنا شفاني من جوه في المستشفى. علمت صنعه الطبيخ، ويعني حاجة هتنفعني بره اللي انا لما اطلع اعرف اصرف على اهلي وعيالي. خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكره اللي جاي حياتي. انطلق المفرج عنهم الى حياتهم الجديدة حيث استقبلهم ذويهم بفرحة كبيرة، معبرين عن شكرهم لرئيس الجمهورية على قرارات العفو التي تفتح لهم ابواب امل وحياة. فرحان ابن طالع، وبنشكر سيادة الرئيس انه اعطاهم فرصة اللي حياة جديدة في بعيد الشرطة. وإحنا بصراحة ما كناش مصدقين خالص إن هو كان ممكن يطلع في عفو زي ده، بس من كرم سيادة الرئيس إن هو أداله فرصة تانية إن هو يبدأ حياته من جديد، وربنا يبارك لسيادة الرئيس يا رب. كلنا مبسوطين جدا، ونشكر سيادة الرئيس على العفو إن هو طلع لنا أخونا بالسلامة، ونتمنى إن هو ربنا يصلح حاله ويكرمه في حياته اللي جاية. الإفراج بالعفو فرصة مهمة تتاح للمفرج عنهم للبداية من جديد والاندماج في المجتمع، معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تطبق فيها أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تأتي المناسبات الوطنية كعيد الشرطة فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة، معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز سواء ثقافيا أو تأهيليا أو تعليميا ليبدأوا هذه الحياة الجديدة. فالتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.